ميدياكات يقدم لكم درسا تعليميا حول كيفية إعداد المودم تبلينك تي دي 8961 آن ليعمل كراوتر للاتصال بالإنترنت مع كيفية إعداد وحماية الشبكة اللاسلكية أو الواي فاي. رجاء الانتباه جيدا وشكرا. أدخل الآي بي التالي ثم اضغط على مفتاح أنتر للدخول إلى واجهة برنامج المودم. أدخل في حقل اسم المستخدم أدمن وكلمة المرور الافتراضية أدمن التي سنقوم بتغييرها في نهاية هذا الدرس، وهذا في غاية الأهمية. قم بالضغط على زر تسجيل الدخول ثم اضغط على التالي. هنا حدد المنطقة الزمنية المناسبة لبلدك. انقر فوق التالي. اختر بلدك من القائمة، فإن لم يكن موجودا فاختر أوذر بمعنى آخر. اختر آخر بالنسبة للمزود. اختر نوع الاتصال التالي بروتوكول أوفر إثرنت. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي تستعملها للاتصال بالإنترنت. يمنحها لك مزودك بالإنترنت. عموما يكون رقم الهاتف هو اسم المستخدم، والأرقام الأربعة الأخيرة للهاتف هي كلمة المرور. قم بإدخال الفي بي أي والفي سي أي المناسب لمزود الإنترنت الخاص بك في الحالة التي تخصنا هو جواب. اضغط على التالي. حدد هذه الخانة لتفعيل الواي فاي. أدخل اسم من اختيارك للشبكة اللاسلكية الخاصة بك. حدد البرودكاست على نو لإخفاء اسم الواي فاي. اختر نوع الإثبات التالي. اختر نوع التشفير التالي. قم بحماية الشبكة اللاسلكية باستخدام كلمة مرور قوية تتكون من الحروف والأرقام والأحرف الخاصة. أضغط على Next. أضغط على سيف لحفظ الإعدادات. والآن انقر فوق انترفيس سيت أب، ثم انقر فوق وايرلس. حدد البرودكاست على نو لإخفاء اسم الواي فاي. من الأحسن عدم استخدام الـ WBS. حدد هذا الخيار على نو. هنا يمكنك تغيير كلمة المرور للشبكة اللاسلكية في أي وقت. اضغط هنا لحفظ التغييرات. انقر فوق مينتنانس. اكتب هنا كلمة المرور الجديدة لإدارة المودم. أعد هنا كتابة كلمة المرور الجديدة. اضغط هنا لحفظ التغييرات. سجل الدخول مرة أخرى لتأكيد التغييرات. قم بالضغط على زر تسجيل الدخول. لقد أنهينا إعداد المودم. لقد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس التعليمي. لمزيد من الدروس قم بزيارة موقعنا أو قناتنا، ولا تنسى أن تشترك في قناة ميدياكات متعددة اللغات ليصلك الجديد. السلام عليكم. ميدياكات يشرح لكم كيفية فتح منافذ أجهزة المودم لتشغيل خوادم التطبيقات والألعاب. المودم هو TP-Link TDW8961 M. للوصول إلى هذه الواجهة، قمنا بكتابة عنوان الأي بالتالي وضغطنا على Enter. أدخل هنا اسم المستخدم Admin وكلمة المرور الافتراضية Admin. إن قمت بتغيير كلمة المرور من قبل، أدخلها هنا، ثم اضغط على Login.
لأننا قمنا بتكوين PVC-6 للاتصال بالإنترنت، فسنختار نفس PVC-6 لتكوين المنافذ. أنقر الآن على Advanced Setup، ثم أنقر بعد ذلك على NAT. اختر PVC-6، اضغط على Virtual Server، اكتب هنا اسم التطبيق أو اللعبة، اختر All لبروتوكولات TCP و UDP. أدخل هنا قيم المنافذ المناسبة للتطبيق أو اللعبة. كل تطبيق أو لعبة له منافذه الخاصة. قم بإدخال الأي بي المحلي للشبكة كما هو موضح. أنقر على سيف لإضافة التطبيق. ممتاز، تم تكوين منافذ التطبيق بنجاح. إذا كنت تريد فتح منافذ تطبيق آخر، حدد الرقم 2 من الفهرس واتبع الإجراء السابق. انتهى الدرس. لا تنسى التعليق والإعجاب والاشتراك. شكرا على المشاهدة. السلام عليكم. ميدياكات يشرح لكم كيفية تغيير خوادم الDNS في المودم TP-Link TDW8961. العملية سهلة وبسيطة. شكرا. للوصول إلى هذه الواجهة، قمنا بكتابة عنوان الأي بي التالي وضغطنا على Enter. أدخل هنا اسم المستخدم admin وكلمة المرور الافتراضية admin. إن قمت بتغيير كلمة المرور من قبل، أدخلها هنا واضغط على login. أنقر على interface setup، ثم أنقر على LAN، واختر استخدم خادم الDNS الذي اكتشفه المستخدم فقط. هنا استخدمنا خوادم الDNS الخاصة بجوجل. خادم الDNS الأساسي 8888، خادم الDNS الثانوي 8844. يمكنك استخدام خوادم أخرى من القائمة التي على اليسار. اضغط على سيف لحفظ التغييرات. انتهى الدرس. شكرا على المتابعة. لا تنسى الاشتراك والإعجاب. السلام عليكم. ميدياكات يعرض عليكم في هذا الدرس كيفية عمل نسخة احتياطية واستعادة تكوين إعدادات المودم TP-Link TDW8961. الجزء الأول كيفية إنشاء ملف نسخ احتياطي لإعدادات المودم الخاص بك. للوصول إلى هذه الواجهة، قمنا بكتابة عنوان الأي بي التالي وضغطنا على Enter. أدخل هنا اسم المستخدم admin وكلمة المرور الافتراضية admin. إن قمت بتغيير كلمة المرور من قبل، أدخلها هنا ثم اضغط على login. أنقر على maintenance، ثم أنقر على firmware. اضغط على ROM file save لحفظ الملف، ثم اضغط على OK. اضغط أيضا على OK. قم بإنشاء مجلد جديد لتحفظ فيه ملف النسخ الاحتياطي، وأعد تسميته إلى اسم المودم الخاص بك. اضغط على Save. تم حفظ ملف النسخ الاحتياطي لتكوين إعدادات المودم بنجاح. يمكنك استعادة الإعدادات بواسطة هذا الملف إذا حدث لك مشكل في تكوين إعدادات المودم. الجزء الثاني كيفية استعادة ملف النسخ الاحتياطي لتكوين إعدادات المودم الخاص بك. قم بتسجيل الدخول إلى المودم كما هو موضح في الجزء الأول. أنقر على Maintenance، ثم أنقر على Firmware. اضغط على براوز لتحديد الملف،
اختر الملف روم 0 ثم اضغط على Open. وفي الأخير اضغط على Upgrade لبدء الاستعادة. يرجى الانتظار، سيستغرق هذا قليلاً من الوقت. جيد، تمت استعادة تكوين إعدادات المودم بنجاح. انتهى الدرس، شكراً على المتابعة، لا تنسى الاشتراك والإعجاب.